السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. وهنتكلم حلقة مهمة عن علامات بتظهر في جسمك ممكن تكون بداية كانسر أو سرطان. علامات دي مهمة جدا علشان نوعي الناس بيها، نخلي الناس كلها سواء رجال أو سيدات، نخلي الناس كلها تعرف إن الموضوع ممكن يبقى علامة خطيرة جدا. العلامات دي هتبدأ من إحساس إرهاق وتعب شديد جدا بدون أسباب، يعني أنا لا لاعب ماتش كورة ولا عامل أي مجهود وما عنديش اي مرض، ولاقي نفسي تعبان ومرهق والامور بتزيد والوضع كده بيسوء والارهاق بدون اي مشاكل خالص. نبص نلاقي الارهاق ده بيسبب لي نوع من انواع الاجهاد، ابقى مجهد جدا، ابقى تعبان مش قادر ان انا احصل على اي تركيز، ضعيف وابقى جسمي تعبان وهمدان طول اليوم. دي علامة لابد ان انا اعمل فحوصات واطمن ان انا ما عنديش حاجة خطيرة. العلامة اللي بعد كده ان وزنك ينزل بدون اسباب، يعني ابص الاقي واحد يجي يقول لي انا نزل 10 كيلو من جسمي في خلال اسبوع، وطبعا لا عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده اي حاجة، الوزن بينزل بشكل رهيب بدون دايت، بدون ما يكون عامل اي حاجة، بدون ما يكون عنده مشاكل طبية زي زيادة نشاط الغدة الدرقية. الوزن، النزول الوزن ده من العلامات برضو الخطيرة جدا اللي انا المفروض ان انا اخد بالي منها. يبقى انا عندي الارهاق والتعب ونزول الوزن او زيادة الوزن 7 كيلو 8 كيلو في فترة بسيطة جدا بدون اي مبررات، فده من الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها. الكلاكيع اللي بتظهر في الجسم، والكلاكيع دي بتبقى خطيرة، وخصوصا الكلاكيع اللي بتظهر في الغدة الدرقية بيسموها الجويتر. لو هي قولد تحاليل طبيعية وعندي كلكيعة في الرقبة، لابد ان انا افكر كويس جدا ان انا اخد عينة وابعتها للمختبر علشان اشوف العينة دي سلبية ولا ايجابية. الكلاكيع اللي بتظهر في الجسم عامة لابد ان انا اشوف دي موضوع مهم ولا لا. العلامات اللي بعد كده احنا بنتكلم عن علامات سريعة، اللي هي ان يكون في كحة مستمرة بقالها فترة طويلة ولو مصاحبة بدم، لازم اتعامل معاها باهتمام شديد جدا، ويكون الأشعة المقطعية هي البداية علشان اطمن واعمل تحليل صورة دم. وبعض العلامات التانية تغيير النظر، يعني في ناس يقولك انا بقيت اشوف الرؤية الناحية اليمين مش شايف، وانا ما عنديش سكر ولا ضغط ولا حاجة في الشبكية، دي بتبقى علامة من علامات ورم الغدة النخامية، فبتبقى ضغط على مجال الرؤية وضغط على العصب البصري وبتأثر عليه، ولذلك بيكون علامة خطيرة لازم نخلي بالنا منها. ان انا افقد السمع بتاعي برضو من العلامات الخطيرة. ولا حاجة خالص التحاليل اللي ممكن تكشف لنا الموضوع، تحليل بسيط خالص ورخيص جدا، وهو سرعة الترسيب. سرعة الترسيب بيعلى في الاورام جدا ففوق 100، المفروض الطبيعي بتاعه في الرجال 20 أو 25، والسيدات نفس الكلام بيبقى قليل شوية، ما يعلاش ممكن يبقى 5 سرعة الترسيب. وسرعة الترسيب دي بتوضح لنا إذا كان في التهابات في الجسم أو الفرتين مخزون الحديد، ده بيوضح لنا بشكل كبير جدا. تحليل رخيص جدا لو عملناه ولقيناه فوق 100، ده بيبقى يا إما كانسر يا إما أمراض شديدة وزي الملاريا أو الضرر. لابد نعمل أشعة على الصدر، لابد نعمل تحاليل دم شاملة، لابد ان انا اخد بالي كويس جدا ان ممكن يكون الموضوع بسيط وعلاجه سهل. وكل ما نكتشف الموضوع في البداية كل ما هيكون الموضوع سهل في علاجه. علشان كده انا دايما بقول ان العلامات دي نخلي بالنا منها، دايما بقول ان احنا نعمل تشيك اب دوري، تحاليل اللي احنا بنعملها تحليل الغدة الدرقية، أشعة على الغدة الدرقية، لازم ناخد عينة من اللمب اللي هي الكلكيع اللي بتبقى موجودة ونحللها. في فرق خالص ان انا اعمل تحليل عادي وان انا ابعت عينة لموضوع العينة دي بتكون خاصة بالباثولوجي، ان انا بشوف الباثولوجي بتاع جسمي علشان اعرف الخلايا دي سرطانية ولا خلايا طبيعية. موضوع كبير، موضوع هنتكلم فيه أكثر من مرة، لكن العلامات دي مهمة جدا إن احنا نخلي بالنا منها، وخصوصا لما وزنك ينزل فجأة وبدون إنذار وبدون أي عوامل ضيق والإجهاد والإرهاق، أو عرق يجيلك بالليل، أو تلاقي فيه ارتفاع في درجة الحرارة بانتظام وانت ما عندكش لا انفكشن ولا عندك أي حاجة خالص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم اليوم، وإن شاء الله نكمل في حلقة تانية إن شاء الله. شكرا لكم.